سنحاول أن نسلط الضوء على بعض ما تبذله هذه المبادرة في المنيا مع الدكتورة أسماء عبد القادر، منسقة مساعد مؤسسة حياة كريمة في محافظة المنيا. دكتورة أسماء، أهلا وسهلا بحضرتك. ما المستهدف داخل مركز أو داخل قرى قرية العدوى في محافظة المنيا للعمل ضمن خطوات مبادرة أو حملة مصر بتتغير بالوعي، مصر بتتغير للأفضل؟ مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. في البداية كل عام وحضرتك بخير وكل الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف. يمكن المبادرة حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل تم انطلاقها في محافظة المنيا ابتداء من 17 أكتوبر حتى 26 أكتوبر على مدار 10 أيام خلال 5 مراكز بمحافظة المنيا. خلال كل مركز، المراكز هي مركز العدوى مغيغة أبو رقاص ملاوي درمواز، الفترة يومين لكل مركز. بيتم يا فندم تستهدف المبادرة كافة الكرة والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بما يزيد عن 82 قرية بمحافظة المنيا. طبعا الحملة عندنا يا فندم بشأن 4 قضايا أساسية، أهمها الزيادة السكانية، الزواج المبكر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتنمية الطفولة المبكرة. الأمر كله في هذه الحملة دكتورة أسماء مرتبط بالسيدات أو بالفتيات في الجانب التوعوي، ولا هناك حملات أخرى قد تستهدف شرائح مختلفة غير السيدات والفتيات؟ هي الحملة يا فندم بتستهدف 75 ألف سيدة في سن الإنجاب، خاصة تتراوح أعمارهم من 18 إلى 45 سنة. أهم البرامج اللي موجودة برنامج 2 كفاية، ده للتوعية بالحملة الإنجابية، والتمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق فرصة، والحضانات والتوعية بأضرار الزواج المبكر وفتح المجال لتعليم الفتيات. بالإضافة لكده يا فندم احنا نهتم بتقديم الخدمات وإرشاد الأسر وتوجيههم إلى الأماكن تقديم الخدمة، ونعرفهم ايه المستندات المطلوبه منهم. نعم. بالاضافه ان الحمله مش مقتصره على كده بس، هي بتعمل على حصر الخدمات الغير متاحه او غير كافيه اثناء وجودها بالمكان، وتعمل على توفيرها سواء من خلال وزاره التضامن او بالشراكه مع الجهات الحكوميه المعنيه او الجمعيات الاهليه، بحيث ان احنا نساعد اهالينا في القرى الخاصه. طيب دكتوره اسماء، هو الوصول للسيدات المستهدفات ضمن هذه المبادرة كيف يتم، أو الطريقة التي تصل من خلالها المبادرة لسيدات هذه القرى؟ هو بيتم يا فندم خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والرائدات الريفيات، بيبقى فيه استمارة بيتم ملقها عن طريق الرائدات الريفيات أو عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي. بالإضافة لكده يا فندم احنا بنوفر أتوبيسات لنقل المواطنين للاستفادة من الخدمات من القرى دي لأماكن إقامة الحملة. نعم. بحيث ان احنا نوصل الرسائل التوعويه لاكثر من فرد، بحيث ان احنا ننتشر، يعني المستهدف وصول الرساله اليهم 75,000 سيده في سن الانجاب، وخاصه مما تتراوح اعمارهم من 18 ل 45 سنه. دكتوره اسماء عبد القادر، المنسقه المساعده لمؤسسه حياه كريمه في محافظه المنيا، منضمه الينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمام حضرتك الينا.